اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه بن حمد بالضبط مع الحاله ديال واحد ديال الام ديال واحد القاصر اللي تعرض للاغتصاب وتعرض للضرب والتعنيف، وكذلك هي الام غادي تعاود لينا القصه والتفاصيل ديال الحكايه كامله وديال القصه كلها اللي وقعات لهذا الولد واللي وقعات عنده شحال عنده 20 عام، يعني ماشي قاصر، يعني عنده 20 عام غير هو بحكم المرض اللي عنده ديال التاخر في النمو. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في غنخليكم مع الام ديالو وغتعاود لينا تفاصيل كامله ديال القصه ديال الاغتصاب ديال هذا الطفل سميتو الشاب سعيد. اذا الحاجه عاودي لي على التفاصيل اللي شدوني انا المره الاولى، شدوني انا سقطوني تحمات عليا الام والبنت ولاد عمو. هاد الناس واش جيرانك؟ لا ما جيراني هذايا ما يجيوك ما تجيهم؟ ما يجوني ما نجيهم غير جيراني. وجينا داعينا ومشينا ما داروا والو، والعام الاخر ثاني شدوا لي الدري ثاني سقطوه حمروا لي ظهره وبقاو يسقطوا فيه ولا الدم يجري له مع ظهره، وجيت دعيته ودفعت الجدارمية ما داروا لي والو. وهاد العام شدوا ثاني ولدي اتصبوا بيه. شحال المده باش اتصبوا؟ 17 يوم دابا اليوم 17 يوم. ايوا وجيت دعيت ودفعت الجدارميه. كيفاش عرفتي راه تغتصب؟ مشيت تبعته وشديته نسيبو غالق عليه الباب ودخلت عليه نسيبو داير عليه الساقطه واحد البيت خاوي خالي كيعذبو فيه حدايا ما بعيدش مني بزاف، والمحل ديالهم الاخر اللي كيسكنوا فيه بعيد مني شويه، وشدوا في البيت ودخلوه. اللي شدوا شحال هادو من عام؟ عنده توقع 20 يتوب 3 شهور، انا ما كنعرفش هذاك الشهر ديال شهر 6 شهر 7. اييه زيد وشدوا دخلوا للبيت وزرع عليه الساقطه وشدوا. الوقت اللي تفكرت انا ولدي حيت مريض كنقلب عليه صيفطوا على الغلام يرد. شحال المده باش تعطل عليك؟ تعطل عليا واحد ساعة ولا ساعة ونص. ولا وملي شدوا دخلوا للبيت ودار عليه الساقطه وشدوا، ملي تبعته نعيط عليه ما عيطت عليه ما قالش لي العام تبعته للمحل اللي سايب حدايا. ملي تبعتو ملي دخلت نصيبو داير ليه الساقطه وشادو. الوقت اللي عقدت عليهم اللي كان شادو فك عليا الباب طلع السروال وفك الباب، وولدي نصيبو باقي عريان حيت مريض ما عرفش يطلع على السروال لا والو. قبارك كيف كان؟ قبارك كيف كان؟ الوقت اللي خرج فك عليا الباب وتخلع وطاح في الباب. شكون هو الدري؟ الدري اللي كان شادو اللي كان شاد ولدي. وصافي خرج انا غادي عورط بيا كيقول لي ستريني حافظي ما تقوليش عليا، يسلم لي على راسي يسلم لي على رجليا. قلت له لا ما نسمحش ليه، هذا اتصاب واعر خاصك ما كنتي جارحي نصبر، كنتي ضاربي نصبر، هذا الشيء ما فيهش الصبر. الوقت اللي مشى لدارهم قال لامو جاتني امو قالت لي تكذبي على ولدي عتبه وطلي عليه ودابا نشدك ودابا نسقطك والله لا خليته فيك وتجي البير وهذاك بوشتا اللي عندك دابا نهزوه ربعه ويكتفوه ويديوه يجليوه يروحوا في البلاد الخاليه والتجاره ما تبقاش فيك، وولدك كيجي للبير هذاك الصغير اللي كيقراق محمد دابا نطيحوه في البير وتهدد عليا ما قصرتش عليا، ودابا نطلع لك للدار ونبرك فيها ونجيب ولادي ونبرك لك في الدار هذيك راه بلاد بويا. كتهدد عليا كتهدد عليا انا ما تليش نقد نمشي للبير، انا صافي ما تليش نقد نمشي للبير ما تليت نمشي لي ما والو ما تليت نسقي ما تليت ما والو غير ضرتي لي راه مرا كبيره شارفه تضل ضيعه مع البهيم وملي تجيك تمشي تسقي لي الماء. ايوا راهم كيتهدوا عليا وقالت لك لا مشى ولدي للحبس غدا نجي لولدك غدا نطلع للدار عندك فهمت للدار ونطيع عليك روح. واش هاد الشيء واش هاد الشيء بغيتوه نصبر في ولدي كيتعصب بيه بحال هكاك وغيقتلو وغيركب فيه مرض السرطان؟ انا مغلوبه انا محقوره انا ما عديش الكتير انا ما عديش ولاد كبار. انا درت شكايه درت شكايه ما والو ما كاين والو، رانا دافعه 17 يوم هذه ما خرج لي حتى حاجه ما خرجت لي. اش قالوا لك؟ يو دفعت على الجدارميه قال لك سيري تنعيطوا عليك تنديروا سفراتيك اخرى. انا درت لي سفراتيك قال غادي نديروا لي سفراتيك اخرى وعاد نعيطوا على الدري لو نمشيو نجيبو. ايوا رانا جيت حل. باش كديري لي؟ كندير ليه الدواء رانا مدوك زالي متبع ليه الدواء متبع ليه الدواء عدو المر عدو النقص في الراس عدو المخ ناقص لي عدو مخ كبير ومخ صغير. الاكسجين باش يطلع لك شي الاكسجين للراس عنده ناقص الاكسجين للراس كنشري ليه الدواء
نتبع لي الدواء، شاريه الدواء على داك الشيء اللي داير لي، راه تخطخ لي مصرعان. اييه انا شاريه لي الدواء على هذه. واش كان اول مره غيشدو؟ والله اعلم، ما عرفت انا الدري حيت كيخاف. ما قلتيش ليه الطبيب؟ ما عرفوش واش اول مره شدو؟ ما دقوس لي على الطبيب، ما عرفتوش اش قال. ما عرفتش انا، ما عرفتش. ما عرفتوش؟ ما عرفتش انا، دقوس لي على الطبيب ما عرفتش اش كاين، ما عرفتو فايت لاحق له، ما عرفتو واش فايت لاحق، واش فايت لاحق له، واش هذاك النهار. ولا قالك نطيب له؟ ايوا طيب، غيكون ماشي مره ولا اولين. ياك ما حاولتش تسولو؟ مشيت عا وحدي انا، معاه فين؟ خاصك شي واحد اللي يكون عارف يسول مزيان. ما سولوش دوز له عاد شي واحد هنا ديال الحنصالي ديال المحكمه، ديال المحكمه، محلي خبير. هي دوز له عاد محلي خبير. ايوا رانا دفعت يا مسول، تنعاودو الخبره. قالك تنعاودو الخبره الطب الشرعي. هي ايوا هادشي. عطاوك الوقت باش يعاودو؟ ها؟ ما عطاكش وقت باش غيعاودوا ليه الطب الشرعي؟ قال لك غادي نهار نعيب فين ما عقطنا عليك، تنعقطوا عليك فين ما عقطنا عليك غادي تجي. اييه ايوا صافي، هادشي اللي كاين. واش مطلوبين من خلال المباشر ديال اليوم؟ شنو بغيتي؟ شنو الرساله اللي بغيتي توصلي على قبل ولدك؟ ما عرفتش اشنو بغيتي؟ حق ولدك؟ اش بغيتي؟ بغيت حق ولدي، بغيت حق ولدي، بغيت حق ولدي فيهم، بغيت حق ولدي بزاف، بغيت حقي، بغيت حق ولدي مكرفص ومكرفصين عيانة. شي صحيح كون عيل هو شي ولد اللي صحيح، ولا كون كان صحيح عقليا بعد هذا كيدافع على راسو، اما هذا ما عارفش ما جروه يتجر، دابا تخليه هكا غادي صافي يسمعوا هادشي وكلشي كيجرو. ها تهضر يلا. سير حيدي بنيات، نجي ماشي مشكل باش تهضري مزيان، ديريها واخا بغيتي ديري بوميك هاك. الدري ما اختي ما عارفش اللي جرو، اللي جرو كيمشي معايا يقول له يلا معايا، راه ما عارف والو، هو ما عارف والو، هو مريض. ودابا ضيع الدري، ضاع والدري دابا لا ولفوا فيه هذاك الشيء، غادي يعود كل مره يجرو شي حد. ايوا دابا خاص يشدوا حق الدري، الدري راه ضايع ومريض معاق، معاق مؤخر في الامو ديالهم، درنا له السكانير، درنا له الشبكه، درنا له عيان محن في حاله هستيريه. دابا ولا حشمان بن بنادم، ولا مريض، ولا كيباغي كيتعزل على بوحدو، وبواه ما بغاش هذاك الشيء، حتى هو كيبقى يلك وشارف، راجل كبير وكيخاف، دابا كيهدوه خايف. هذا الشيء بزاف اختي بزاف، حنا بغينا الحق ديال هاد الدري ما يضيعش، حق هاد الدري ما يضيعش. ولد المخزن، هذا ولد المخزن، ولد الشعب، ما خاصوش يضيع، خاص الحق ديالو يبان. هاد الناس محقورين، هاد الناس تحقروا بزاف، تصوت الدري المره الاولى، تصوتت المره الثانيه، دابا تاسبوا لنا الدري. ايوا هاد الناس قال معايا، قتلوا عباد الله صافي، بقى معايا على يهزوا يذبحوهم وصافي. هادشي راه ماشي قانون، هذا خاصو حد، هادشي هادشي بغينا فيه حد. شكرا لكم، شكرا على التصريحات ديالكم، ونتمنوا ان شاء الله الرساله ديال حتى ديال سعيد حتى هي توصل، وان شاء الله ياخذوا الحق ديال سعيد. اي حقه ما يضيعش، حقه ما يضيعش. حنا هذاك الدري راه ضاع حقه، راه تكرفس الدري، ما عارفش يلبس حوايجو، ما عارفش سميتو اللي جيت تستغليه وتجريه وديه البيت مهجور، بيت مهجور. فاش داه الاغتصاب، والمرأة تتصنت له كتسمعوا واش كيدير ليه، كتسمع حطت ودنها على الباب كتسمع وكتغوت، منين هذا هو كيعورط بها، هادشي فيه التعوريط، هادشي فيه الحزاره. امه ما حيلاش كاع، هي جات قالت لها صورتي من 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 ولد لوسها، عاد غتصوري مني انا، اش عندك ما تصوري؟ ولد لوسها كنضربو قبل وما داروا والو، وما داروا والو، بحال ولاو محقورين. هاد الناس تحقروا بزاف، تحقروا اختي بزاف هاد الناس. حنا بغينا شي حل، بغينا شي، بغينا الحق بعدا ديال هاد الدريبان، ماشي ما يبقاش غامض، ولا بقى غامض راه غادي يكونوا حوايج اخرين. شكرا لكم، الله يحفظك اختي، الله يبارك فيك اختي. الجهات المسؤوله والجهات المعنيه، نتمنوا هاد الضرار ما كنبغيوش حنا في ولادنا. ها
ولا الاولاد المسلمين كاملين جميعنا اختي. هادشي اللي كاين. شي رساله اخيره انت بحال السيده بما انك الام ديال سعيد. انا بغيت شي حاجه من ولدي، مطالبه شي حاجه. انا ما نسمحش في ولدي، ما نسمحش في حق ولدي، ضيعوه سقطوه كتكرفصوا عليه، محنوه. ولدي مريض، ولدي معوق، ولدي ما عنديش باش نداويه، ولدي ما عنديش باش نكسيه، ولدي ما عنديش باش ندافع عليه، ما عنديش باش ندعي، ما عندي باش نطلع، ما عندي باش نركب، ما عندي والو، عندي على الله وسيدنا. اليوم الله يجعل البركه في روسكم اللي دارها لقى المخزن انا لابساه. إذا نعم هادشي اللي كاين اللي دارها المخزن، فحنا نتمناو، وحنا ثقتنا كبيرة في يعني في المخزن. حنا ثقتنا كبيرة في المخزن. إيه إن شاء الله ياخذوا بحق هاد الوليد مسكين، فهو ما عارف والو. ما عارف والو. هو ما عارف حتى ما عارف والو. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إذا متابعينا ومتابعي قناة شوف تيفي، شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينة بن حمد. دمتم متابعينا في رعاية الله وإلى اللقاء.